اكيد طبعا. والمدربين كمان، المدربين الاجانب اللي جم دربوا، اللي بيتكلموا باللغه الفرنسيه يعني. كوليبالي مثلا كان لعيب من مالي وبيتكلم اللغه الفرنسيه. ايوه كنت بترجم لهم فرنسي، لان انا كنت في مدرسه فرنسيه يعني، كانت ليسي الحريه مصر الجديده، وكنت عايش في فرنسا وفي الكونغو برازافيل قبل ما ارجع مصر طفل صغير يعني. فاتربيت على اللغه الفرنسيه. كان عندنا لعيبه ما بتوجدش اللغه الانجليزيه يعني، انا الواحد كان بيتكلم فرنسي وانجلي او انجلش يعني نوعا ما يعني. فكان بيحصل مواقف لذيذه كده يعني. مره احكي لك ثلاث مواقف. مره في الطياره واحد بيسال لعيب كده عندنا بيقول له انتوا ماتشكم يوم ايه؟ فاحنا تقريبا كنا مسافرين يوم الاربعاء والماتش يوم الاحد، فهو مش حافظ غير كلمتين او حاجه، فقال له تومورو نو تومورو نو تومورو نو تومورو يس. فساعتها بقى اللي هو عايز يقوله بعد اربع ايام يوم الاحد يعني كل ده. مره تانية لعيب، ولعيب جامد جدا وهو مدرب دلوقتي، فهو اللي بيحكي لنا يعني. فكان واحد اجنبي في وسط البلد قبله فوز عند التحرير كده، فبيقول له على عنوان معين يعني، فقال له هو عارف العنوان بس مش عارف يقول له ايه يعني، مش عارف يخش الشارع اليمين فوق قدام وخش شمال كده مش عارف. فراح قايل له يس 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 نو يس نو يس 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 نو يس يس. هو كده شرح له الايه العنوان. اخر حاجه بقى دي بقى اللي كانت هتموتني. كنا بنلعب في جزيره اسمها جزيره رينيون، دي مستعمره فرنسيه في افريقيا وبعيده شويه. فروحنا البطوله وملعب عالمي كان بيلعب فيها بابان اللي هو نجم فرنسا يعني، اللي اتسمى على اسمه حسام حسن بعد كده. بعد الماتش وكده احنا بقى عملنا علاقات كده في بتوع الفندق اللي معانا وبتاع، وبياكلونا ويشربونا. فراجعين من الماتش بقى تعبانين مش قادرين، وتعادلنا وتاهلنا. بتاع الفندق بقى قابلنا فبيقول للعيب يعني congratulations for the match يعني. راح باصص له كده قال له 1-1. هو افتكر بيقول له النتيجه كام كام. هقول لك موقف لذيذ قوي. كان في لعيب كبير جدا ومن كباتن الفرقه يعني، وكان جايب وش يخوف موت يعني، يرعب بمعنى كلمه يرعب. فالمهم احنا كنا في كينيا هنلعب تقريبا جورماهيا الكيني، كانوا جايبين لنا زي ميكروباص. احنا عندنا ما كانش فيه اتوبيسات كده يجيبوا لك ميكروباص كده، فميكروباص كده. وهو راح والدنيا راكن قدام في حته كلها شجر والدنيا ليل الساعه 7 8 واحنا رايحين بقى نتمرن في حته بتبعد عن الاوتيل ربع ساعه كده. فاللي هو راح هو مستخبي كده ايه في مطلع الميكروباص كده، وراح حاطط الجاكيت التريننج عليه. فكل ما لعيب يطلع كده فيروح عامل يروح شايل جاكيت التريننج كده التريننج، فيروح عامل له كده. فاللعيبه كلها يا ربي حرام عليك وخضتني وكده. فالمهم كان معانا مدلك الفريق وكده، فخلاص احنا بقى كلنا طلعنا ويا جماعه مين فاضل؟ ميشو. ميشو مدلك الفرقه لسه هو الوحيد اللي ما جاش. فاحنا كلنا بقى ايه مستنيين وواقفين مستنيين هيحصل له ايه؟ ايه الخضه اللي عارف حاجات رامز جلال كده؟ ايه اللي بقى هيعمل ايه؟ ايه رد الفعل بتاعه؟ فالمهم راح اللعيب الكبير ده راح شال ترين كده وعمل كده. فراح هو ما اتخضش يعني خالص نهائي، ولا حتى عمل كده ولا اي حاجه. فالمهم راح اللعيب راح شايل الوش بتاع اللي هو المخيف ده قوي كده، وراح عمل كده. فاول ما شال كده طلع وشه بقى، راح عمل كده فهم يعني، هو شاف ان هو وشه يخوف اكتر. فاهم قصدي؟ ساعتها بقى عمل خناقه معاه واتقلبت خناقه بنت لذينه، وازاي انت يعني تعمل كده وتتخض من وشي وما تخضتش من وش اللي يخوف. كانت قصه يعني، كانت قصه وقعدنا نضحك عليها ضحك غير طبيعي.